أهلا بحرية أهلا حياكم برنامج الدرية احنا وياكم في رحلة بحرية أهلا حياكم برنامج الدرية هذا غرامي والله وهذا مطلوبي هذا غرامي والله وهذا مطلوبي الدرية 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 يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعين تلفزيون الكويت لبرنامج الدرية. نجدد الترحيب فيكم في حلقة جديدة راح نتكلم فيها عن النشاطات البحرية بشكل عام في برنامجنا، لكن اليوم خصصنا حلقة لطلعة بحر في قارو، لكن راح تكون تحت الماء هالمرة، مو بخيط، راح تكون بالسبيرغان فري دايف، يمكن سكوبا أيضا، فراح نتعرف على هالأسرار في هذه الرياضة، لكن بعد هالفاصل خلكم ويانا. وصلنا الحمد لله بالسلامة إلى جزيرة قارو. جزيرة قارو تعتبر من أجمل المغاصات الموجودة بالكويت وأجمل الجزر أيضاً اللي الواحد ممكن يمارس هواية الغوص وأيضاً الفري دايفينج فيها. لكن نرحب بضيوف المتواجدين ويانا، أخونا فواز الصقر مدرب في الدايفينج السكوبا ومدرب يعني عريق في مجال الغوص، وأيضاً معنا أخونا عبد الله المشوح ممارس وأيضاً نقول مو خبير نقول من كل بستان زهرة ثمرة، وعنده زهرة متعلم في كل المجالات ما شاء الله. وين ما تروح وين ما تكلمه تلقاه عبد الله. مس عليكم بالخير. الله يسلمك. الله يسلمك. بداية فواز، انت اليوم من اخذتنا في الطريق، خذيناه من مسنة الخيران لين قارو، نبي المسافة هذه قطعناها بش كثر والمسافة اش كثر من الخيران لقارو؟ نعم، بداية احنا انطلقنا من منتزه الخيران المراسي هناك. جزيرة قارو هي تعتبر الابعد وصولا، مرينا بجزيرة ام المرادم هي تقارب 25 كيلو، وبعدها وصولنا 40 كيلو الى جزيرة قارو. حلو، زين شلون شايف الجو؟ الجو اليوم احنا شيكنا عليه بس انعفس علينا وقلب علينا واحنا داخل البحر، لكن هذا الشيء وارد في طبعا طلعات البحر. طيب بداية عبد الله، انا بنتكلم في ما يخص ممارستك لنقول السبير جان فري دايفنج. كلمنا عن السبير جان والفري دايفنج. انا بلشت السبير جان او يعني الغوص بالمسدس بالبداية في الغوص بالميافر، احنا نسميه يعني الشيلو ووتر والاماكن الميافر والشقوق والش اسمه، حلو مصطلحات يفهمونها للمغاصات. الميافر اللي هي اماكن بيوت السمك نقول، او الشقوق اللي بالارض اللي تنخش فيها السمك. فكنا نغوص على اسياف زور، نروح شاله هنا بالزور، فكنا نغوص على اسياف اماكن فيها قطع، نصيد منها البواليل، نصيد منها الفسكار، نصيد من هالسمك يعني. تالي شويه يمكن هذا كان اعتقد كان حال اغلب اهل الكويت قبل كذي يعني، ها يعني بدايه الموضوع كانت كذي. السبيرغان يمكن بوضع الحالي ما كان موجود قبل، اللي هم المسدسات الكبيره وانتشار خاصه الرياضه هذه اللي هي السبير فيشنج، اعتقد يعني من كم سنه يمكن. متى بلشت اساسا بالرياضه؟ يعني هذه رياضه اللي هي سبير جان والقوس يمكن قبل كم سنه؟ هي موجوده من زمان، يعني موجوده من التسعينات بدايه. احنا بس اللي هي بالكويت انتشرت انتشار كبير في الثلاث سنوات اللي طافت، يعني احنا نقول من 2012 الشباب اتجهوا لها اتجاه كلي، بالعكس احنا نشوفها فيها رياضه افضل مثلا، يعني ناس تفضل شيء عن شيء، يعني في ناس تفضل حداد، لكن بالنسبه لنا نشوف ان هي انت قاعد تمارس بنفس الوقت اللياقه، الرياضه اللي يعني رياضه للجسم، وبنفس الوقت مستمتع بالصيد. وفرق فيها يعني تحدي، تختار السمكه نعم تعطيها بالمسدس، تختار اللي تبي من السمك.
طيب عندنا احجام كثيره من المسدسات نبي نفصلها، نبي نتكلم شوي على احجامهم. يعني عندنا الحجم هذا اللي قدامنا، انا ودي امسكه بيدي انه يعني نشوف الحجم. يمي هني واحد، اقول لك قريب قريب علي، ها متعلق متعلق بالخراب بس عادي. اي 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 ها كاهو. زين عندنا هذا المسدس الحين اللي بيدي هذا بكرك. نعم، بداية المسدسات تختلف الأحجام. نبتدي احنا نقول المسدسات يعني المنتشرة من 70 سنتي أو من 50 سنتي، يوصل ل 120 ويوصل ل 160 كأقصى حجم. طبعا الأحجام اللي قاعد تشوفها قدامك أو اللي ماسكة بيدك تقريبا يقارب 110 إلى 120 سنتيمتر، يعني طول البايب. نعم، طول القصبة نفسها. يركب عليه الصيخ يفرق وياه 15 إلى 20 سنتي زيادة. عادة يستخدم حق البحر المفتوح، ما يستخدم الأماكن الشيلو ووتر، المياه الغزيرة شوي. سمكة عادة تكون بعيدة منك وحذرة. هذا حق إيه؟ بالنسبة مخصص حق الطول. نعم، إيه مخصص يعني قوته تكون هدف قاتل، يعني قاتل سمكة ما بين 5 إلى 7 أمتار. وكل ما يصغر المسدس كل ما تقل، يعني تقل مسافة التصويب. ونفس الشيء تختلف البيئة اللي تستخدمها له. زين عندنا فوق احنا شايفين عندنا هني نعم. مبوز هذا زين، فهذا أيضا حجام. نعم. على حجم الغصبة؟ لا، هني في سماكات، في سماكة تبلش من 7 ملي وفي 6.5 وفي 6 ملي، وتختلف على حسب استخدامك للمنطقة. يعني مثلا اي نعم، احنا بالكويت نستخدم عادة نرمي انواع الحمام اللي متوفر، يعني انواع السمك اللي نصيده مثل الدويلمي والتنعد والربيب والحمام اللي منتشر بالبحر المفتوح، فيكون كافي عليه من السماكات 6.5 والسبعة والثمانية ماكسيموم، يعني اكثر سماكة تحتاجها. لكن مثلا برا الكويت تتكلم عن اللي يصيدون تونة بحجم 100 كيلو 120 تونة الكبيرة، تحتاج شوي شغلات هيفي ديوتي أكثر عشان تطلع اسمك. من قبل طلعنا بالكويت لومتين نوع من أنواع التونة، لكن كانت وزن 20 كيلو. كوزن حلو. كوزن بالكويت. أنا شفت صورتها صراحة. خوش سمكة. حلو عبد الله، شلون شايف نفسك في هالرياضة هذه؟ أنا أول شيء خلني أقول لك، إحنا لما نتكلم عن السبير فيشنج لازم أعتقد إن إحنا نقسم الموضوع حق جزئين. حق البحر المفتوح وحق في ناس وايد يحبون يغوصونها مثل بالجزر، يحبون يغوصونها مثلاً على الأسياف مثل ما قلت لك. السمكة تفرق وايد. المسدسات اللي يستخدمونها يمكن من 70 من 40 ل 70 تقريبا. تختلف ما بين مسدسات ضغط، يمكن مو موجود معنا الضغط الحين بس ممكن يعني الناس يعرفونه، يعني يا مسدس ضغط يا مسدس سير. يعني يمكن هذه انا اكثر شيء اللي دائما اغوص فيها اللي غالب الوقت. نادر يعني بين فتره وفتره اغوص مع الشباب على المسدسات الكبيره والبحر المفتوح اللي الغزر اللي يصيد فيه. طبعا في شغله وايد يعني مهمه، نوع السمك يختلف في الغوص بالشالو ووتر وعن الغوص بالبحر المفتوح. يعني يقول البحر المفتوح والبحر اللي هو نوعا ما يكون فيه. انت سمعت يعني متاع ابو صقر يقول الحمام، التونه، الامبرجاك، الجفدار، الحداق. الحداق يسمونها السمكات الطيبة بس ما يقدرون يتخيرونها الا انهم يسعون لها. هذا يصيدون الشباب يعني بالبحر المفتوح بالغزر. سمكه ما تكون سمكه يعني مو وايد قريبه من القوع، مو سمكه ميفره. فالسمك يكون بالمسدسات اللي بالاحجام تجيلك يجيلك باحجام كبيره. السمك هذا غوص نقول الميافر، يعني المسدسات اللي شويه اصغر والضغط اللي شو اسمه تبدا تختلف السمكه عندك. تبدا تشوف يعني البواليل تكثر، الفسكر يكثر، لو تنزل شوي على الديره راح تلقى شعوم، راح تلقى سبيطيه. طبعا هني انت تخلط بين يعني السمك اللي هو انواع المفضله حق معظم الناس او كل الناس نقول بشكل كبير. امزجه الناس، في ناس يفضلون هذه الرياضه بس هذه يعني قصدي السبير فيشنج بالقضع المسدسات الكبيره والسوت هذه تحتاج لياقه. يعني اذا انت ما عندك ذيك اللياقه ما راح تقدر، لانك تحتاج تنزل عمق. يعني انت السمكه قاعد ترميها يمكن ما بين 16 وال 20 تقريبا، ما بين 16 وال 20 قاعد ترميها. هذه مو بقدره اي واحد انه ينزل، يعني خاصه اذا ما عنده دوره او شيء كذي، يعني او اذا مثلا كبير بالعمر ما عنده يمكن القدره انه ينزل العمق هذا. فيفضل انه يغوص على مثلا على اطراف الجزر، يغوص على الاسياف، يغوص نوع السمكه. يمكن في ناس تفضل شيء يعني الاسياف لان نوع السمكه تختلف. حلو. اللي يبي الرياضه، اللي يبي السمك الكبير، اللي يبي الاكشن يروح
حق المسدسات الكبيرة وحق الغزر. هي صايرة عبد الله كنا نوعية الأسلحة تختلف بمثل ما ذكرت نوع السمكة. هني مثل ما قاعدين نشوف المسدسات الموجودة قدامي كبيرة بالحجم ولكن بكرة. البكرة هذه هذا إنتاج جديد. راح تسحب معاك. إنتاج جديد. عدل؟ مو جديد. لا لا مو جديد بس الناس الفتره هذه يعني بدات تتجه لها وايد حلو رياضه الفري دايف بشكل عام يعني الناس بدات تتجه لها بس السنين اللي طافت الثلاثه وايد يمكن ابو صقر اخبر بموضوع يعني هو يذكر اول ما كان يغوص ايش كثر كانت الطراريد اللي تغوص وايش كثر الحين الواقع انا بي حق ابو صقر لكن بطلع فاصل وارجع اتواصل ويا ضيوف ابو صقر وناخذ منهم الاسرار الحلوه ان شاء الله خلكم يعني. حق برنامج الدرية صيد اليوم تاريخ 20/10/2015 طبعا بصقعب ما يرحم هذا رفع هذا الثاني الله شوف 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 نقاط مكياج اريا تي في شو هاي فروم فلوريدا فروم فلوريدا to Kuwait من ميلان اهداء لبرنامج الدرية صباح الورد صباح الليل هذا اهداء لبرنامج الدرية ولاية الكويت حلو طبعا نبي نوضح سبب طلوعنا حق فاصل طلعنا فاصل بسبب كان عندنا احد الطاقم افراد طاقم فريق اخونا فواز الصقر حاشته اصابه وهو في البحر نازل سنوركلينج فحاشه دول فهنشوف فواز شنو سواله ايضا طلعنا احنا صورنا الاصابه فشنو الاجراء اللي تاخذه في مثل هالامور هذه بالنسبه لنا من الوارد حيل ان كنا غوص بالبحر خصوصا بالصيف ما نكون لابسين البدل بسبب حراره الجو وحراره الماء فيكون الجسم متعرض حق اي كائن بحري اساس اللي عندنا بقلبة الجو يعني بتغيير المواسم يدخل عندنا الدول جيلي فيش يعني بشكل عام في انواع خطره وفي انواع قاتله لكن الحمد لله اللي بالكويت عندنا يعني اصاباتها حيل بسيطه الاحجام اللي عندنا احجامهم كبيره ووايد واضحه بالماء لكن سبحان الله يكون الغواص يكون لاهي او شيء وبدون بدله من يتعرض لسعه الدول يصيب الجسم احمرار ويحس بحراره شوي فالموضوع قريب حيل يعني احنا نتكلم اخر الثمانينات معنا الغوص يمكن بلشوا فيه من الستينات الغوص صح اخر الثمانينات اكتشفوا الخل سبحان الله يعني كأنه سحر من يحوش مكان الإصابة ينهيها مجرد خلال دقيقة أو دقيقة ونص حلو وحب أضيف البني آدم طبيعي يعني جسم طبيعي يتحمل من 5 إلى 6 طقات دول على حسب النوع يعني في أنواع مختلفة الناس ما ذكرت إن في أنواع قاتلة لكن الطبيعي اللي منتشر عندنا بالكويت بني آدم طبيعي يقدر يتحمل من 5 إلى 7 طقات قبل لا يحس إنه يطيح غشام فواز الصقر أحب أذكر أنه هو مدرب إسعافات أولية فشو اللي نحتاجه من إسعافات أولية مثل طلعاتنا البحرية مغاصاتنا اذا انا رايح والله سكوبا طالع والله قوس اللي هو طبعا اللي هو رفاهيه اللي هو طبعا طالع بالسبيرجان شو اللي احتاج انا من اسعافات اوليه وياي بالرحله احنا بالنسبه لنا هذه الرحلات كلها ترفيه الرحلات قاعد يعني نسويها تغيير لجونا بعد يعني بعد الدوامات ما انا مو تخصصيه انا يعني مو كتخصص وظيفي فبالنسبه لنا نحرص دائما ان يكون امن السلامه موجود بكل شيء قبل بدايه الرحله انا عارف اني طالع مغاص بحري وراح يكون مثلا الماي حار عارف انه ما راح اكون لابس البدله فمتعرض ممكن اتعرض لهالاصابه فيكون معي الخل اي شيء تحتاجه البيئه الموجوده مثلا يعني من عده اسعافات اوليه او عده الخل اللي ذكرناه مثلا ساعات نحتاج مثلا عده تخيط الجروح وسبب اصابه سبيرجان من السير او من الصيف حلو ممتاز طيب عبد الله وانت مريح عبد الله قاعد ناطر يجيك الحكي وتجيك الدردشه يبنى لك سؤال انا والله خليني اقول لك شيء انا ذكرت سالفه بس على موضوع الدول يمكن اغلب اصابات الدول بسيطه بس احيانا تصير اصابات شايده يعني عندنا واحد من الشباب هذا دول الكويت عندنا يعني اللي توك تطمن منه وتقول ما يسوي شيء لا 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 طلع يسوي في سالفه يعني من شخص يعني قريب مني صارت له سالفه بالمكان هذا بقارو كان يغوص حاشة دول الظاهر من أنواع نادرة اللي موجودة فحاول يعني على نفسه شوية بعدها أغمى عليه
وطلبوا له هليكوبتر اسعفته من هنا لانه شويه كان اسعاف الجوي. اي قلت له هليكوبتر اسعفته من قارو اسعفته هذه الجزيره اللي ورانا اسعفته يمكن هو الحين اذا يشوف يذكر السالفه. حلو. فممكن يعني ان تصير في اصابات تكون شوي نادره اللي اعرف انا النوع الشاي اللي يسمونه البوكس جيلي فيش ويمكن منتشر باستراليا اكثر شيء يعني. وحتى البوكس جيلي فيش سبحان الله انا شفت فيديو حق واحد يجربه يحطه على جسمه ويحط عليه الخل على طول يروح الاثر ماله لان الخل اثره يقضي على الخلايا اللي يعني يذبح الخلايا اللي تسبب المشكله اللي بالجيلي فيش يعني. طبعا هذه اضافه جميله حق سالفه الدول اللي كملها على فواز. ففي دول يسوي وفي دول ما يسوي. أيوة. فهي تعدى على خير بالنهايه. لكن عبد الله نبي نتكلم اليوم طلعتنا من مسنتنا من خيران واتجهنا الى قارو. سبب اختيارنا لقارو في طلعتنا عروس الجزيره الكويتيه. يا سلام هذه احلى يعني اهل غوص يمكن يعرفونها هذه احلى مغاصات الكويت يعني لو اشتريت البحر الكويت كله تدورت على المرجان ولا ما راح تلقى يعني افضل من البيئه اللي موجوده عندنا هني بالكويت. يمكن بالخليج في عندهم اماكن لكن بالنسبه حق الكويت بالنسبه حق الجزر يعني افضل مكان افضل مغاص الكويت شو اسمه جزيره القارو بالكويت محافظة على الشعب اللي فيها يعني فيها تنوع فيها الوان فيها شويه جسمه ونتمنى ان اهم شيء ان يحافظون عليها يعني كبر من كثر الدوس عليها يعني تشوفها تنزل دوس والله يضيق خلقي. شنو في تحت ليش يضيق خلقي؟ انا اقول لك اول شيء عندك انا ادري بس النبي عبد الله المرجان الكورل يحتاج ان احنا يعني نحترمه عمر يعني هذا ما طلع بيوم ولا يومين هذا اقل شيء يعني ابسط نوع من المرجان يبي له يمكن 20 30 سنه عشان يطلع ابسط مراجين متشكله من زمان وتاخذ يعني عشان تاخذ الحجم اللي هي فيه يبي لها فتره يعني طويله. فمشكلتنا احنا اول شيء المشكله الكبيره الاساسيه مشكله خاصه الجزر مشكله شو اسمه السن يوقف. احنا شفنا وين ربطنا احنا ربطنا البويه مرابط في مرابط موجوده شنو الهدف من المرابط هذه موجود المربط المشكله ويهده ويقط السن في ليك ونش يعني يقول تقطه بيدك ملمس لغيره موجود الونش ايضا نفس الشيء قاعد ينزل وتجره شنو في انواع من تاخذ من الارض عمر 500 سنه انت كذي تسحب وياك في انواع من السن معينه تكون يعني لمسك الصخر ما يطلع الا هو شالعها. اي ولا وبعد بالونش بعد يشلع الصخره يكبرها يعني هو ما له خلق يعني خاصه القراريب الكبيره صح واليخوت مثلا. هذه شغله هل هو يكون في شيء عنده يعني نقول يعني معلومات عنده فقر في المعلومات فيما يخص البيئه او طلعه البيئه او المكان نفسه المغاصه اللي قاعد توجه له او انه هو قاعد تصير شيء يدري ويقط؟ والله انا ما اعتقد ان في احد يجهل الموضوع هذا لكن تكاسل انا امر معروف في احد يدري انه يقط فوق القصار؟ نعم هذا يعني شيء يعني اذا في نسبه بسيطه جديده على البحر ما تعرف يعني هذه يمكن نعذرها. الادهى والامر من هذا مو بس يا رجل السن شوف غوص نلقى احنا كل غوصه يمكن نلقى الياخ نلقى شباك زين الحين البحر قدامك مبطل كله يا قط عدتك هني صوب القصار صوب يا قط قراقيرك صوب الجسم يعني مكان حلو حافظ عليه يعني لا تصير اناني انت تبي حقك انت بروحك يعني اطلع واستانس احنا ما قلنا شيء اطلع واستانس واستمتع وصيد وسوي اللي تبي لكن حافظ على البيئه البحريه. انا دائما اتكلم واليوم في برنامجنا يمكن من الدريه من خلاله قاعد نتكلم فيما يخص المحافظه على البيئه فيما يخص شعابها مراجينها الامور هذه. الواحد لما يصير تعاون ما بيناتنا اذا انا نفسي احافظ على الشيء انت تحافظ فواز يحافظ كل واحد يطلع البحر يكون في عنده اخلاق في التعامل مع هذه البيئه البحريه ما نقول بالبحر في كل مكان فالواحد يحافظ على هالشيء هذا وبيتم بالنهايه حقه وهذا يبرز ديرتك معلم اكيد. والانانيه بالموضوع هذا ان انت لما تسوي الشيء الغلط كانك تحكم على احفادك واحفاد احفادك ان الشيء اللي انت شفته هم ما راح يشوفونه. صح في شغلات شافوها يمكن اجدادنا احنا ما قاعد نشوفها بسبب اهمالنا. صح يعني في شغلات يسولفون عنها قبل انواع من السن ايش كانت تكون موجوده هني شغلات كانت تعبر وتمر يسولفون عنها قبل قصص صارت. عبد الله بنطلع من اللي يكدر القلب شوي والخاطر وبنروح حق فواز ونقول له شنو السمكه الموجوده هني بقارو؟
السمك منقسم على قسمين، السمك اللي تكون عايشه داخل الشعاب المرجانيه بالنسبه لي ما افضل صيدها، والسمك اللي عايشه برا اللي هي دار مدار المرجان. السمكه اللي هي نفس تتشابه مع السمك في البحر المفتوح، اكثر شيء مشهور بقارو او يتعنون لها سمكه التنعد، سمكه مشهوره حيل بالكويت. بعدها تكون في الروس الدويلمي وانواع الحمام اغلبها. وهم الشباب توفقوا وصادوا تونا قبل سنتين، يعني في اغلب الشباب على عبوره، على عبوره على طفته بالمايه عابره. نعم هي قارو تعتبر مرتفع مرجاني، حلو. لو تلاحظ كل ما توصل لقريب اليال كل ما يرتفع البحر، فدار مدار الشعب المرجانيه بحدها يعني مع البحر الغزير شوي يكون هني اختلاف انواع السمك. اما السمك الباجي اللي يكون داخلها مثلا نقدر نقول بالو البرطام الفسكر شنينو، هذا كله متوفر. زين تنزلون تحت كم متر؟ والله بالنسبه لنا احنا على قدنا يعني، وتهين وما نقول بروفيشنال، لكن يعني اكثر عمق وصلت انا 27 متر ما 27 متر. لكن في ابطال بالكويت، في ابطال وصلوا ل 68 متر، وصلوا ل 65 متر رغم العالمي اعتقد مو قريب بعد منهم، لكن هذولاك ناس يعني هذولاك ناس مكرشه حياته، مسخر الرئه حق الامر، حياته ما ياكل ما ياكل اكل طبيعي ولا يعني ولا يخالف بشر طبيعيين، بس تركيزه كله على اساس هذه الرياضه يعني هي الله يعطيهم الصحه والعافيه ان شاء الله يكسرون ارقام نشوف من عيالنا بالكويت. حلو. زين عبد الله، الحين سولفنا احنا عن صيد الفري دايفنج ونزلنا البحر، اليوم تكلمنا تحت في النزله واعلى اعماق وصلت لها يا فواز هم 27 ولقيت هالسمك هالطيب هذا، لكن لا ايام مخصصه، ايام معينه يعني طلعات الهواء يفرق وياك، الجو يفرق وياك، الامور هذه كلها تحطها في الحسبان في طلعتك. حلو. هذا فيما يخص صيد السبيرجن. في اضافه بتضيفونها قبل لا ادش على الدايفنجز اللي هو السكوبا في السلندر؟ انا عندي اضافه بسيطه بس ان شاء الله نمر عليها بشكل سريع. وايد ناس تنتقد السبيرجن لانه مو فاهمه شنو تاثيره على البيئه، لكن بالنسبه لنا احنا نشوفه من افضل اساليب الصيد، افضل من الخيط نفسه. الحداق بالنسبه لك يمكن تقول انه خيطي وانا ونصيبي يعني شنو راح ينصاد بالميدان، راح ينصاد هواته، وهذا اللي محبينه هواته. غير الهوايه انا بالنسبه لي مو مختار عاده. خلينا نقول مثلا مكان جزيره قارو نفس المغاص الاول اللي غصناه اليوم، غصنا على غزر 37 متر. 37 متر لما تسحب سمكه مو عارفها من الميدار من الصعب حيل انك ترجعها للبحر، لانك مطلعها من عمق حيل عالي، طلعتها راح يكون فيها انفجار رئه، حتى لو تردها راح تردها ميته للبحر حتى لو محتاجها. بالنسبه للسبيرجان هني الاختلاف، انا نازل ما راح ارمي شيء ما راح اكله، او مو رامي شيء ما لي حاجه فيه. مو قاصد اني ارمي سمكه مو قاصد اني ارمي سمكه سامه، مو قاصد اني ارمي لخمه مثلا شيء غير يعني ما يؤكل. فهني قاعد يعني نغير الاتجاه الصحيح، احنا قاعد نشوفه هذا اسلوب صيد وايد ممتاز وافضل بالنسبه لي انا كوجهه نظر، افضل من الحداد نفسه. يعني بالمسدس نقول صيد بالمسدس انه نوعا ما انك تتخير، احنا قلنا بالبدايه تخير السمكه اللي تبي تصيدها، ولكن الخيط ايضا له محبه، يعني من محبين لان في صبر وتقط خيطك تنطر طال عمرك، واذا وياك واحد يكون كبير بالعمر تستانس واحله واحله وما يبي يسمع بعد سوالفك ويشرب شايه ويقط خيطه، واذا سولفت وياه قطك بحر. هذه الطلعات الحلوه بالحداق. لكن نبي نتكلم عن قوس السلندر، فاحنا يمكن تكلمنا في حلقات كثيره في برامج كثيره فيما يخص السلندر اللي هو القوس في السلندر، لكن نطلع فاصل ونرجع نسولف اكثر فيما يخص القوس في السلندر. خلكم معنا.
طبعا اكيد شفتوا اللقطات اللي توه نزول اللي نزلوا في فري دايفنج. تكلمنا تحت يمكن تحت الماي كان في صور كان في فيديوهات اللي هو لصيد البحث عن الاسماك والمرهات. طيب الحين انا نزلت تحت الماي بيدي السبيرغان، شلون اخذ الوضعيه الصحيحه حق اني انا اصيد او اني استعد حق السمكه؟ سمك مار عليه بالنسبه لي او بالنسبه لرياضه السبيرغان احنا اللي قاعد نمارسها. طبعا احنا قاعد نمارس الفري دايف، مو قاعد نستخدم معدات الغوص بالصيد المسدس اساس نعطي شوي فرصه للتحدي بينه وبين السمكه بشكل عام. يعني اساس اقدر ارمي السمكه بشكل سليم او اكون مركب عليها النيشان الصحيح لازم اكون على مستواها، هذا اللي احنا نفضله. يعني دائما تكون على مستوى السمكه اللي ترميها نفس المستوى. وبعدين عندنا الانكسار الضوئي بالماء يبين حجم السمكه، ساعات يكون اكبر ساعات تكون ابعد منك بس بشيء بسيط، لكن احنا نفضل اساس تضمن صيدها انك تكون على مستوى. حلو. المسافه ما بينك وبينها؟ مسافه مثل اختلاف من مسدس صغير الى مسدس كبير. المسدس على حسب المدى. نعم على حسب المدى. مسدسات مثل مسدس 130 اللي موجود نقدر نرمي من 5 الى 7 امتار. سبق لها عاده اذا كانت بعيده وعارف ان السمكه هذه مثلا مو من نوع البطيء، الهامور مجرد سمكه ثابته حيل واقفه وما يخاف منك فراح هو يقارب لك، فعاده نرمي عليه سيده عشان عده سمكه حيل سريعه. حلو. خروج الصوت السهم وايد راح ياثر، فعاده نحط قدامها بشيء بسيط. حلو. يعني تسبق لها شوي. نعم. وتعطيها هذه الوضعيه. نعم. المستخدمه. طبعا الفري دايف ما في دورات يعني ما في الياسن؟ عفوا لا في الياسن حاليا. في الياسن خلط هم انتشرت انتشار كلي لما شافوا العالم كله توجه حق رياضه سبير فيشنج، حبوا يحطون لها نظم قوانين اكثر فقام يصير فيها مسابقات. وحاليا احنا قاعد نشوف توجه العالم كله من السكوبا الى الفري دايف انتشار كلي. يعني موجود لها ليسن حالها حال الغوص بالسلندر ولك ليمت. يعني بالنسبه لك تاخذ الليسن الاول يدربونك الى 20 متر، الليسن الثاني لل 30 متر ولل 40 ولين توصل تمارس وانت رايح في المجال. انا قلت قبل شوي قبل أن نطلع الفاصل عشان نروح ينزلون الشباب تحت الماي، قلت ان احنا راح نتكلم عن غوص بالسلندر، لكن الحين نبي نتكلم غوص السلندر. شو الفرق نقول يعني بينه وبين هذا؟ طبعا للتوضيح عبد الله بيوضح شغله ان هذا ما له شغل اليوم في طلعتنا، هذا كان شيء وهذا كان شيء، موضوعين مختلفين تماما. احنا عاده يمكن حالنا مثل حال وايد من الكويتيين، يعني يحب يعني يملي جدول رحلته دائما بشع يخلص يغوص هني شوي يصيدي يتمشى مني يغوص مثلا على الجزيره يصور او شيء كذي. اول شيء بنبه على شغله مهمه ان احنا شفتونا اول شيء قلنا اذا تبون نصيد مثلا نبي ننزل فري دايف، لان في مشكله موضوع انك تغوص الفري دايف بعد ما ان انت تغوص مثلا السكوبا، في مشكله اللي هي مشكله متعلقه بالضغط والامور هذه والنيتروجين والشغلات هذه. حلو. فما يفضل انك تغوص سكوبا بعد تغوص فري دايف. اوكي قبلها ممكن بس عقبها لا. فلها بروسيجر معين لان راح تاثر على يعني نسبه النيتروجين اللي اللي كسبته من الغوص بالسكوبا تي بعد تغوص شو اسمه راح تسبب لك مشاكل بعد تغوص في دايف. هذه شغله. شغله ثانيه يعني انا بالنسبه حقي غوص بالسكوبا يعني ادمان، هذا شيء يعني الحين مساعد مدرب. انا مساعد مدرب. حلو. شيء يعني رفيجك، يعني غوص سكوبا رفيجي خاصه بالسفر يعني. وتحت الماء غير. اي خاصه بس انا يعني بالكويت هنا استمتع، خاصه اذا ضبطت الاجواء وقت ما تضبط الرؤيه خاصه بقارو هني في تحت تستمتع بالمناظر اللي تشوفها. رؤيه مبينه رؤيه واضحه. رؤيه يعني ما يمكن بحجم الرؤيه بعض يعني يمكن مثل بالبحر الاحمر، لكن تجي لك ايام الرؤيه فيها وايد حلوه وايد روعه. غوص الليل ايضا يعني واحد يبي يغير جو يقول لا الحين ابي اغوص بغوص ليل مثلا، يقدر هم بعد يغوص ليل مع كشافات يبدا شوي الثيم شوي يختلف، تبدا المعدات تختلف عندك. حلو. تقدر تنوع مثلا تبي تغوص طبعانات مثلا تروح على رجان مثلا عندنا طبعانه يعني يعني ما هي بحجم الطبعانات الكبيره لكن هي مثلا طبعانه حلوه يعني كاكسبيرينس الواحد يبي يجرب يغوص طبعانه قبل لا مثلا يطلع يغوص مثلا بالبحر الاحمر طبعانات كبيره مثلا. اهم شيء حلو. انت نوعت عبد الله دخلت لي في المستوى اللي هنا عندنا بالكويت وبرا الكويت. أيه. ابي اعرف احسن المغاصات بالنسبه لك بالسكوبا بالكويت بعدين نطلع برا الكويت. بالكويت قارو. حلو. هذه قارو قالها اول شيء معتمدها. اي حلو. يعني عند كل غواصين الكويت اتوقع. حلو. يعني برا الكويت؟ برا الكويت يمكن انا ما باعت وايد يعني لكن البحر الاحمر
قصة. شرم الشيخ. قصة قصة قصة. شرم الشيخ الغردقة هو بحر واحد حلو. بالنهاية يعني هم متقابلين بمواقعهم يعني اللهم هذه على راس سيناء وهذه هي على خط مصر كذي. لكن شيء عجيب يعني مغاصاتهم حلوة شيء عجيب مراجيم يعني تونا احنا يعني من اسبوعين او اسبوع تقريبا رادين من غوصة يعني ليبابور اللي هي سفاري سبعة ايام بالبحر سبعة ايام بالبحر ما تنزل من ال خلاص تطلع من الارض من اللاند على قولتهم ما ترجع تشوفها الا بعد سبعة ايام الا وانت راد تغوص باليوم مني تقريبا من ثلاث الى اربع غوصات يوميا خلص سبعة أيام أنت غايب تقريباً هذه رحلة ما هي دورة كلها غوص يعني لا مو دورة يعني رحلة. هي رحلة متحق. ترفيهية ايه؟ طالع مستانس سبعة أيام هذه محبين الغوص حلو الحلوة يعني بالموضوع هذا أن أنت تنوع بين غوص ريف اللي تشوف مرجان وتشوف أنواع سمك ألوان تشوف هذا نوع تعيشه يعني بالاماكن اللي فيها الارياف اللي هي الكورال والريف ترد مره ثانيه تروح تنتقل حق الركات الغرقانات الطبعانات تبدا كل طبعانه لها تاريخ لها فشفت شلون يكون رفيجك بسفره اذا انت ما عندك ليسن ما عندك ادفل اي مكان ممكن تروح راح تلقى بحرهم في تاريخ تروح قطر تلقى عندهم تاريخ ببحر عندهم اعتقد ثلاث اربع طبعانات معروفه بقطر يغوصونها من بعد تروح السعودية مثلاً ينبو عندهم أيونة هذا عبدالله اللي شافه كاونتك طبعاً عبدالله مهتم وايد بالبحر بما يخص طبعاً البيئة قاعدين نشوفه تحت الماء ما شاء الله يطلع المرجان ينظفه ويلمعه ويرده غير كذي قاعد يتكلم عن المحميات ما شاء الله بكل شيء قاعد يتكلم ليش أنا قلت عنه شامل أنا عبدالله اعتبره شامل عندي لأنه محب لكل النشاطات البحرية أحب نجرب البحر حلو وما ودي أظلم شيء على حساب شيء حلو يعني مثل ما حبيت الغوص أحب الفري دايف مثل ما حبيت الفري دايف أحب حتى السباحة أحب كل شيء يعني بس التنوع هذا ما يضر عبدالله تحس يعني الواحد لما يتخصص بشيء معين أصلا هذا يعطيك فرصة أنك تمارس جميع هواياتك بجميع الأجواء حلو. يمكن بصقر يعرف يعني بصقر اللي صار هوا يمكن قاعد يتعلم الحين اعتقد على السيرفينج صح الكايت نعم. سيرفينج اي الكايت سيرفينج يعني رياضه بحريه أيه. رياضه بحريه اللي هي الشراعيه الطيران الشراعي مع السكي يعني هذا وقت الهواء فهو محبين هذه الرياضه لما تقول لهم مثلا الحين والله اليوم خواهر يضيق خلقه لانه ما راح يقدر يطلع اي فيحتاج هواء ويحتاج الامر هذا لما يكون عندك شيئين او ثلاث اشياء انت خلاص مخير يعني ما عندك هذا ما توقف عندك صار هواء اوكي نروح نطلع سيرفينج نسوي كايت سيرفينج اي صار هواء خواهر حداق يمكن شويه يعني شوف كل هوايه لها درجه هواء معينه تختلف عن ثانيه حتى صح. القوارب السريعه والله شوف القوارب السريعه بالخواهر ما تمشي صح لانها تلزق لها لازم تكون فيها اجواء معينه هذا التنوع يعطيك يعني مساحه باي وقت انك تمارس الهوايه اليوم حلو نية عند الكابتن العود فيما يخص نقول الغوص في السلندر طيب انت مر عليك في تدريب وانت مدرب وقاعد تطلع الحين في رحلات بحريه قاعد تنسقها ابي تكلمني عن هذا الشيء اللي انت قاعد تقوم فيه انت بديت كهاوي كمحب للبحر طورت هذا الشيء ويمكن دخلت فيه نوعا ما كمشروع قول مشروع نعم احنا بالنسبه لنا صحيح فتحنا اول شيء كمركز تدريب غوص بالمعدات لكن احنا ما نقول الموضوع غير مجدي بس نقول ياخذ الوقت كله ياخذ طول ايام اسبوع يختلف حيل عن الرحلات البحريه ما يمنع شيء تحبه اليوم صح نعم هو بالاخير هي ممارسه الهوايه غير انها يعني كسب للرزق هي ممارسه الهوايه يعني راح تتم على نفس المجال اذا اليوم انا غصت جميع مغاصات الكويت ممكن اني اكون راح اشعر بفتره اني خلاص انا مليت لان قاعد اعيد نفس المغاص كل مره لكن اذا دش بالموضوع في رحلات راح نتعرف على شباب شباب يدد راح نتعرف على ناس وغير هذا الموضوع عندنا تدريب الغوص حال تدريس اي شيء يعني المدرس بالنسبه له شعوره حلو لما يشوف طالب متخرج او متفوق عنده تلامذه نفس الشيء نفس الشيء هذا الشيء هذا الشعور نحسه بالغوص لما تشوف شخص مرتبك اول ما يدخل الحوض السباحه على ارتفاع متر وبعدها تكون غايص وياه على 30 او 35 متر بالنسبه لك انت سويت انجاز عديت هذا الشخص مرحله من الخوف الى صار انه ممارس محترف اذا شنو توفرون حق اللي بيطلع رحله اليوم ما عنده طراد ما عنده عده ما عنده اي من الامور هذه
ويبي يطلع رحله، رحله بحريه. بالنسبه لنا الحمد لله بالكويت تقريبا 90%، ما ودي ابالغ يمكن بالنسبه، لكن انا هذا اللي قاعد اشوفه من شباب الكويت، اقول 90% يعني مهتمين بالرياضات البحريه، سواء غوص سيرفينج او كايت بورد، اللي هو المهم متعلق بالبحر. فمن 90 نشوف شريحه كبيره حاصله على الياسن، حصل على شهادات. احنا مو بس نوفر الطرادي وانه يطلع ويانا ينضم الرحله، لا، في مراكز كثيره بالكويت تاجر المعدات بشكل يومي. مو الكل يقتدر، مو الكل مقتدر انه يشتري عده قيمتها من 500 دينار الى توصل تتراوح الى 1000 دينار، لكن الكل يقدر ياجر عده لمده 24 ساعه بقيمه 10 دنانير او 12 دينار اذا حاب. السلندر نعم دينارين راح يكون السلندر دينارين، والبي سي دي الجاكيت البي سي دي ثلاث دنانير، الراجليت وانت رايح هذه ب10، فالتوتال كله ما يتجاوز 10-12 دينار حق يوم كامل. شيء معقول وحلو، والواحد يطلع ايضا في رحله حلوه وجميله ويستمتع. لازم يكون عنده ليسن اهم شيء. ليسن زين ما ينزل كذي على عمق معين؟ نعم، في شيء اسمه رياضه ديسكفر دايفنج احنا نسميه، بنفس الشيء اللي مو ما عنده ليسن وحاب يجرب المعدات، في ليمتس يعطونا اياه المنظمه اللي نشرط عليه، اللي هو يقدر ينزل على 5 امتار بس، يشوف البيئه، يشوف الوضع، يكون معاه المدرب وبعدها ينهي غوص. تمام ممتاز. طيب عبد الله عندك اضافه فيما يخص الغوص؟ والله انا بس انبه بالنسبه حق غوص سكوبا، يعني ضروري ان الواحد ما ينزل يغوص سكوبا الا يكون عنده ضروري انه ما يغوص غوص سكوبا الا يكون عنده ليسن، لان اي تصرف خطا ممكن تكون عواقبه وخيمه. سمعتها وخيمه. فاللي يطلع حق السكوبا لازم يحترس في استخدام اي طلعه بحريه مو بس السكوبا. نطلع فاصل ونرجع نتواصل وياكم ونكمل حوارنا مع ضيوفنا محبين البحر الشامل الشرح عبد الله مشوح، وايضا اخوي اللي موجود فواز الصقر. فاصل وراجعين. برنامج الدريه واحنا بالطريق الحين، طبعا بروحي الى الاردن وقاعد اتابع الحلقه الثالثه دريه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، خوش شعب ما شاء الله. الخفر الله يعطيهم العافيه جايين يشيكون على طراد الروس عندنا، يسألون عن العلم اذا كان في غواصين تحت ولا لا. الله يعطيهم العافيه. شوف رجعنا نتواصل وياكم في برنامج الدريه مع عبد الله ومع فواز. رجعنا غصب والله. مو لبسنا غصب بعد، مو بس رجعنا غصب. وين عدتك؟ حلو والله. شوف ترى ما احنا يلا طلعتنا من الفاصل لان اغناع عبد الله قاعد يقول لي انزل ولا تجرب فري دايف. انا متردد نوعا ما يلا، لان اول مره بحياتي ما نزلت انا الفري دايف. شوف مشي لك اياها على لون، قاعد يغرين على لون شو اسمه، قاعد يغرين ومعطيني بعد لبس مجدس. لبس ما ادري شو اللون هذا. كركمي. كركمي يعني تحت الماي صار بهارات. بس عاد ابي اشوف الرمي. بس ها ما البسه من الحين. ابي اشوف الرمي. ها انت البس الحين، بنزل احنا. البس الحين هني؟ لا شو اسمه؟ كذي؟ ايه كمل شغلك بعدين. لا زين هذا بعدين. اوكي بس نبي الرمي اهم شيء تحت. الحين خل انا بعطيك مسدس. ايه؟ انا بعطيك مسدس. حلو. وراح تلبس الفنز. ايه؟ وراح نعطيك اهم بعد الحزام والش اسمه. شنو بعد تبدأ بيها؟ تبي ليت ولا ما يحتاج؟ زين بس الزعانف هذه تكون عادة تلبس مع جوتي. مع جوتي. حلو عاد انت تدور جوتي يعني انا اريح لك الجوتي. دخلت ريلي بدون جوتي. بس في واحد عند الجسم قبل لا تنزل عند الدار. بس يعني موهت لي الحين، خليتني البس انا لان عاجبني التطقيم. مع اللون ها؟ مع اللون ماشي. الله يستر من خلونا خلينا نتكلم عيل على السريع، النقطة سريعة، ليش قاعد نلبس نفس هذا البدل؟ البدل هذه يسمونها كونفلاج، التمويه تحت الماي، التمويه. احنا الحين بيئتنا اللي تحت شنو؟ عباره عن مرجان، اذا بتنزل بتصيد داخل بين الصخر تحتاج تخفى عن جسمك. يعني معناته البدله ترى مو كركم وبهارات مثل ما انتم فاهمين وضحك، لا يبا الموضوع فيه تمويه. تحت عندنا الفنز وعندنا بعد التيشيرت الطيب هذا. اي الكونفلاج الطيب هذا. نطلع نشوف
نبي يعلموني على اول شيء فيك حيل تشيله ولا ما فيك حيل تشيله؟ موجود الحيل جرب جرب هنا التشيل فيه طبعا تسحب من هنا عدل جرب جرب سحب من هنا زين بدر اول شيء انت ساحب السياره يعني خلينا نتكلم شوي بس ايوه يا جماعه اشرح لك بدايه زين احنا عندنا عندنا المسدسات الطويله المسدسات الطويله صعبه اني اطول السير الحين السير ما اطول ايدي فدائما ناخذ المسدس الطويل لا ما شاء الله فواز راح تطول انت زين يا مو الشكل عارف حتى هري شوف انا هني ما راح اقدر اوصل حق السير فعندنا نقطتين النقطه الاولى دائما لو تلاحظ كل المسدسات فيها سناده للصدر احنا ما نسند الصدر العالي نسند بين الصدر والمعده منطقه المعده راس المعده تحت راس المعده نعم ايدك اربع اصابع فوق على السير اهم شيء مو على نقطه مو على نقطه النص السير اللي هي تركب بالسهم نعم اهم شيء يكون اربع اصابع فوق على الطرف الدز بيدك هني وصلت لنص المرحله عاده انا ما انصح اني اتشيل برا الطراد دائما احنا نقول للسيفتي لازم يتشيل المسدس تحت الماء في حار رمه شنو المشكله في حار رمه بالغلط هي هذه اله بالاخير ممكن يصير فيها عطل يعني اي خطا ممكن نعم انك في حار رمه بالغلط انا ما ابي اسبب اصابه برا الماء حتى لو تحت الماء يفلت بس كتعليم انا اسحبه نعم بس من كتعليم نعم من اربع اصابع اللي فوق هذه المرحله الاولى السير الاول دائما هو المسدسات تختلف بالقوه نفس ما في احجام في قوه في سير اول سير ثاني انا بهالمكان مثلا السمك حيل قاعد يقاربني ما احتاج اسحب الاول والثاني شيء انت قاعد تسحب الثاني هذا اللي احنا الاقرب تاخذ الاقرب دائما الاقرب للاقرب الاقرب للاقرب هم اثنين نفس الطول تقريبا اذا بتركب اقرب لك اذا بتركب هذا اقرب لك دائما احنا ناخذ ناخذ القريب اول نشيله عقب ما يركب يركب بمكانه عقبها نسحب الثاني الركبه بمكان الابعد طبعا الثاني اللي هو الاقرب يركب بالاقرب نعم وكذا اقرب الاقرب الابعد الابعد حلو. هو مصمم بهالشيء ومدروس يعني مصممينه زين ليش قاعد نسولف وايد فواز خلنا ننزل خلني بسمتنا يبا نطرونا بطلع لكم بهوامير ها مسطره حلو يلا فاصلوا ونرجع نتواصل وياك يلا هذا توني انا طالع من البحر طبعا جربت تجربه مع الشباب فواز كان وياي وايضا اخوي عبد الله مشوح فواز صقر ما قصر في تعليمي طبعا لاستخدام المسدس انا كنت مستصعب الامر وايد لكن بعد تجربتي كانت جدا جميله وحلوه بان الواحد يدش ويجرب لكن شوف ايش طلعنا نقول الحمد لله طلعنا بهالسمكه كاول مره مبتدئين لكن الحمد لله نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع الجاي فما الله برنامج الدريه